في عملية التضمير، النقلة مباشرة مع سابع المراكز، ومن تأتينا هناك أشواق لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، محمد بن عبد الله بن حميدان في عملية التضمير. المركز الثامن هناك تصل دوشة لسمو الشيخ محمد بن المرمى مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد في عملية التضمير. المركز التاسع تصل هناك شقرة لهجن الرياسة المضمر سعيد بن شطيط الوهيبي، بينما عاشر المراكز وهناك تصل اللي في عاشر اليمامة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بسالم بالعرطي الحميري هو مضمرها. هذه هي الأسماء، هذه هي العشر المراكز الأولى مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام متابعي قناة أبو ظبي الرياضية وقناة دبي ريسنج وقناة نجوم أربعة التي تنقل هذا الحدث الرياضي الكبير. وهنا في عاصمة الميادين أعود إلى الصدارة، إلى ندى في مقدمة هذا الشوط، ندى على الصدارة على المركز الأول لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير، بينما ثاني المراكز النقلة مباشرة مع محبوبة على ثاني المراكز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بونواس يضمرها. انتقل مع ثالث المراكز التواجد من ذهيبة على ثالث المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري من يتواجد مع هذا الشعار في عملية التضمير. النقلة مباشرة مع طرفة على رابع المراكز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع أيضا يضمرها على رابع المراكز. انتقل مع خامس المراكز مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، خامس المراكز تصل في هذه اللحظات اليمامة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بسالم العرطي في عملية التضمير. النقلة مع سادس المراكز، المركز السادس في هذه اللحظات تصل اللي هي الجازي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بتواجد الذهبي سالم بفاران المري، هي في سادس المراكز. نقلة مباشرة مع سابع المراكز مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هناك نشوة على سابع المراكز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحق الهاجري في عملية التضمير. المركز الثامن تصل في هذه اللحظات الرابعة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة يتواجد المتحدي مع الرابعة في عملية التضمير. المركز الثامن هناك تصل لؤلؤة على ثامن المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني الذهبي سالم بن فاران المري، بينما عاشر المراكز عاشر المراكز تصل هناك شقرة بشعار هجن الرئاسة سعيد بن شطيط الوهيبي. هذا هو ندانا الثاني مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، السيارة بالانتظار هناك ما شاء الله، ندى على الصدارة، ندى على المركز الأول، هي في أول المراكز والمسيطرة هناك في المقدمة بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الواثق يتواجد مع ندى في هذا الشوط. وبدأنا نقترب من لائحة الأربعة كيلومترات ونبدأ في أربعة كيلومترات أخرى، بينما ثاني المراكز تحديات ودخول من اللي هي طرفة على ثاني المراكز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير. انتقل مباشرة مع ثالث المراكز وهناك محبوبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بونواس يضمرها. انتقل مع رابع المراكز، المركز الرابع هناك ذهيبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يتواجد في عملية التضمير، بينما هنا خامس المراكز، المركز الخامس اليمامة على خامس المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم مسري بسالم بالعرط الحميري في عملية التضمير. المركز السادس، المركز السادس الجازي على المركز السادس لسعادة الشيخ
القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بتواجد الذهبي سالم بن فاران المري بينما سابع المراكز هناك تصل على سابع المراكز مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات. الرباعة على سابع المراكز لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة في عملية التضمير. انتقل مع ثامن المراكز الغزيل، الغزيل تصل في ثامن المراكز لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة السويدي في عملية التضمير. بينما المركز التاسع، المركز التاسع لؤلؤة على تاسع المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز العاشر هناك تصل العاشر في المركز العاشر هناك شقرة لهجن الرئاسة بقيادة سعيد بن شطيط الوهيبي. إذا هذه هي الأسماء العشر الأوائل، الأسماء المتقدمة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. أعود إلى ندى، ندى على مقدمة الشوط، ندى المسيطرة هناك في المركز الأول بشعار هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي في عملية التضمير. بينما طرفة في ثاني المراكز طرفة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع يضمرها في ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء. التحديات من المركز الثالث تصل هناك محبوبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بونواس هو اللي يضمرها على ثالث المراكز. اليمامة، اليمامة منطلقة على رابع المراكز مشاهدينا الأعزاء لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بتواجد مسري بسالم بالعرطي هو يضمرها ما شاء الله. المركز الخامس هنا تصل الجازي على المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بتواجد الذهبي سالم بفاران المري. هذه الخمسة النجوم المتقدمة. انتقل مع سادس المراكز مشاهدين الأعزاء، الذهبة على سادس المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري هو يضمرها. المركز السابع هناك تأتينا الرباعة على سابع المراكز لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة في عملية التضمير. أرى شقرة من تتقدم في هذه اللحظات على ثامن المراكز بشعار هجن الرئاسة سعيد بن شطيط الوهيبي يتواجد الشاطر مع هذا الاسم. بينما تاسع المراكز مشاهدين الأعزاء لؤلؤة على تاسع المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني سالم بن فاران المري في عملية التضمير. المركز العاشر الغزيل، الغزيل على عاشر المراكز لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة السويدي. إذا هذا هو ندانا، بقول بدأنا نقترب من المنعطف الأخير الخطير، المنعطف الأخير ما شاء الله تبارك الله. ندى على الصدارة على المركز الأول ندى، وأيضا هناك طرفة بمعية ندى، هناك التنافس ما بين طرفة وندى. ندى لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يضمرها. بينما ثاني المراكز هناك الطرفة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع هو من يتابعها في هذا الشوط. المركز الثالث هناك تتواجد اليمامة، اليمامة على ثالث المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بسالم بالعرطي. يتواجد القازي على رابع المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. يتواجد الذهبي سالم بن فاران المر هو على رابع المراكز. المركز الخامس تصل في هذه اللحظات شقرة بشعار هجن الرئاسة الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي ما شاء الله. بدأنا نقترب من لائحة الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، هنا الكيلو الأخير بقيادة ندى على صدارة على المركز الأول بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتواجد الواثق مع هذا الشعار. بينما هناك طرفة على ثاني المراكز لصاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع ما شاء الله أشعلها بالقوبع على المقدمة على المركز الأول. انتقلت هناك طرفة على أول المراكز مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. بينما ثاني المراكز هناك ندى بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الكتبي القازي، القازي انتقلت إلى ثاني المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني الذهبي ما شاء الله. انتقل إلى ثاني
ثالث المراكز، تصل الرباعة، الرباعة الرباعة على ثالث المراكز، وغيرت في هذه اللحظات لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن سعيد بن منانة يتواجد أيضا مع الرباعة والمقدم الرباعة في هذا الشوط. المركز الثالث، المركز الثالث، التواجد من هناك أشواق، أشواق لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم. وهنا خامس المراكز شقرة لهجن الرياسة، ولكن أعود مع الرباعة، الرباعة ما شاء الله انطلقت الرباعة. إذا التهاني والناموس، تهانينا والناموس إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. وإلى هناك المتحدي سالم سعيد بن منانة السويدي، بينما ثاني المراكز مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هناك في ثاني المراكز ندى لهجن العاصمة. المركز الثالث أشواق لسمو الشيخ ماجد محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع شقرة لهجن الرياسة، والمركز الخامس طرفة لصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. إذا هذه هي النتيجة والرباعة صاحبة هذا الشوط. نحن بانتظار التوقيت الزمني من 8 كيلومترات. التهاني لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وإلى المتحدي سالم بن سعيد بن منانة هو مضمر هذه لحظات الوصول. قاطعة المسافة 8 كيلومترات في 13 دقيقة و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، لازلنا نتواصل وياكم شوطا تلو شوط، وهي انطلاقة الشوط السابع. والشوط السابع مخصص للزمول المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. جائزة هذا الشوط للمركز الأول سيارة، وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. نتابع وياكم مقدمة هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط والمراكز العشر الأوائل والتغييرات لمسافة 8 كيلومتر، وبنشوف اللي في مقدمة هذا الشوط. أرى الآن الدافع، الدافع بدأ يدفع بمقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ زايد بن مربن المكتوم، المكتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني سلهود لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد النعيمي بقيادة المضمر سرور بن محمد المطروشي. وفي